عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، سيحل عليك ضيفا في منزلك باحث التعداد متخذا كافة الإجراءات الاحترازية، وسيقوم عند وصوله بإظهار بطاقته التعريفية لإثبات تبعيته لجهاز التخطيط والإحصاء وكذلك حالته الصحية على تطبيق احتراز، وسيتيح لك الباحث ثلاث خيارات لاستيفاء بياناتك وأسرتك، وذلك من خلال الإدلاء للباحث مباشرة بالبيانات المطلوبة أو من خلال استيفاء إلكتروني عن طريق فتح الكاميرا بهاتفك الجوال على رمز QR، أو سيقوم الباحث بتسليمك استمارة ورقية مغلفة ببلاستيك لتعبئتها وإعادتها للباحث في يوم لاحق. تعاونكم معه سيسهل عملية التعداد السكاني في دولة قطر. تعداد ناجح لتنمية مستدامة.